سنان هايبر ماركت في إمارة أم القيوين شارع الشيخ محمد بن زايد من تاريخ 25/2 لغاية 6/3. إذا هي سنان تشتري أي شيء تربح هدية مباشرة بدون سحب بدون شيء. أقل هدية على أقل مبلغ 50 درهم. عندك شموع وعندك هذه المقات حق رمضان، هذه 50 درهم تأخذ هديتك مباشرة. ومن 50 لغاية 4000 في طبعا عندنا عسل، عندنا حرارات، عندنا ميكروويف، عندنا بوكسات، عندنا شنط، عندنا غنفات. تخيل هذه الغنفة يعطونك إياها مجانا مقابل مبلغ معين، إلا إذا اشتريت ب4000. ثلاجة، فرن، غسالة، ميكروويف، خلاط، هذه هدايا ال4000 درهم. أنت مشتري مشتري، تعال اشتر وخذ لك هدية. سنان هايبر ماركت في إمارة أم القيوين شارع الشيخ محمد بن زايد، أي شيء تشتريه تحصل عليه هدية مباشرة بدون سحب لغاية 6/3/2022، وإلحق ما تلحق. في سنان هايبر ماركت كل شيء رخيص عندهم، هذه للعلم على 35 تشتريها من برا، بقول لك وين بعدين. في سنان 17.99، هذه شمعة تحت ولع تحتها وتشعل بروحها وتتم حوالي 6-7 ساعات. سنان هايبر ماركت في إمارة أم القيوين، تجهيزات حق الليلة وأيضا تجهيزات رمضان، خصم 50%، كل اللي تشوفونه بنص السعر. هذه الأكياس أيضا حق الهدايا، كل شيء بنص السعر. أيضا عندنا الأكياس هذه أيضا، كل شيء تشوفه 50% خصم عليه. يا سلام، شوف هاي البوكسات حق الهريس وغير شغلات سفري وخاصة حق رمضان، أيضا هذه الشغلات كله 50%. ومن هني شوف هالأشكال هذه، كل شيء عليه خصم 50%، كل شيء بنص السعر. عندنا فوانيس رمضان مسوين عليها تصفية رهيبة جدا، أي فانوس صغير كبير اللي كان سعره 60-70 درهم، أي فانوس ب 15 درهم بس. تانك وفيمتو وشغلات هني وعافية حق رمضان، كل ما تحتاجه من كوشنات أو مخدات بنص السعر 50%. في سنان هايبر ماركت على مشترياتك تاخذ هدايا، لا تنسى تاخذ هديتك. شوف صحن مع الفنيان ب 99 فلس بس. وعدنا هني شوف الطقم، هذا الطقم ب 15 درهم، هذا ب 10، هذا ب 9، هذا بكذا، كل الاطقم اللي تشوفه هني سعر واحد ب 3.99 فلس. وايضا هني عدنا شوف هذه مع الخشبه مالها والقاعده ب 7.5، هذول على 10 دراهم. هني عدنا شوف حق الجلي كريم كراميل كل اللي تبغي، 6 حبات مع بعض 4.99 دراهم وشامل الضريبة. استعدادا للشهر الفضيل، انت مشتري حرارات مشتري اغراض حق البيت حق رمضان مشتريه، تعالي خذي وخذي ايضا هدايا. هذا هو نجيب عدنا، عدنا هني طبعا انواع واشكال الحرارات اللي يحبها قلبكم، ماركات معروفة وجميلة وعليها خصم للعلم. شوف ما شاء الله هذه النوعيات أصلية كلعلم. شوف الجدر هذا جدر ضغط كبير يشيل ذبيحة ذبيحتين، وعندنا هذه الحرارات وهذه الحرارات، كل شيء عليه خصم. وفوق الخصم أيضا تأخذون هدايا، ماخذين هدايا، خذ ب4000 وخذ ثلاجة، وهذا جدر الهريس مع الدريل، والدريل موجود في قسم الإلكترونيات، هذا ب650 درهم، والجدور الأفغانية للضغط، وهذا هريس صغير أيضا متوفر. لا تنسى تأخذ هديتك من سنان فاين، 5 حبات أفضل نوعية في السوق، تقول ما شاء الله فوطة مو بكلينكس، ب7.99 دراهم أرخص سعر في السوق. وعدنا سوفت روز 5 حبات كلينكس ب6.99 دراهم. قسم المنظفات في سنان هايبر ماركت، كل اللي تدور عليه تحتاجه وبأفضل الأسعار، 2 لتر ديتول الأصلي ب32.99، 3 حبات هاربك 16.99، هذا عجيب سائل غسيل الكندورة 4 لتر ب17.99، وأيضا للعبايات 4 لتر ب17.99، وعدنا كلوركس 12.99 وشامل الضريبة. لا تنسى تأخذ هديتك من سنان هايبر ماركت على كل مشتريات اللي تأخذها، مياه ستار جميع الأحجام، مياه الفجر، مياه العين أيضا جميع الأحجام، وزلال نفس الشيء ب3.99 وشامل الضريبة. قسم الفواكه والخضروات في سنان هايبر ماركت لغاية 6/3، كيلو البصل ب99 فلس، ولأول مرة كيلو التفاح أيضا 99 فلس، وكيلو البطاط أيضا ب99 فلس، وعدنا كيلو اليح أو البطيخ 99 فلس، والطماط 99 فلس وشامل الضريبة.
عندنا جبن نادك 500 ملي و500 ملي يعني كيلو، وارخص سعر في السوق 17.99. هذا السكشن، سكشن المزاج، هذا انواع واشكال الشاي من ريد ليبل لليبتون للكوزي. الصمان ايضا المطلوب في كل مكان، تبغي بهالطريقه او تبغي بوكسات او تبغي التنك او تبغي شاي خدير موجود، الكوفي التركي بجميع انواعه ونكهاته حتى هذا العجيب ايضا موجود في سنان هايبر ماركت. افتتاح قسم العبايات، هذه العبايات للعلم، شوف الفخامه، شوف الخام اللي عندهم، شوف ما شاء الله ديزاينات جميله، ايضا قماش ياباني للعلم، نوعيه فاخره جدا جدا، وعندهم ما شاء الله ديزاينات على كيف كيفك. وقول من طرف ابو خليفه لك خصم خاص، كانت على 300 و400، الحين سعر موحد لغايه 6/3، اي عبايه ب 140 درهم. وعندنا الشيل الاندونيسيه، شيل حجم كبير، نوعيات جميله وعرض كبير ما شاء الله. على كم اللي قلنا؟ 50 درهم فقط، بس شوف مع تطريز مع الشغلات فصوص، شوف الحجم ما شاء الله حجم كبير على 50 درهم بس. حاجات مختلفة.